متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، شاهدنا اشواط الرموز وكانت مع ابناء المملكه العربيه السعوديه، كان مع الحاتميه بشعار بن بثله وموفق بشعار المنجمي. اذا متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، انطلق قبل قليل ثالث اشواطنا في هذا الصباح الجميل. اتقدم مع مقدمة شوط المركز الاول النيوم مع الصدارة سليمان بن سلام بن سليمان الفايدية الجهنية مع مقدمة شوط، بينما المركز الثاني مرحبا يا المحنك، مرحبا يا بن سلام، مع انطلاقة الشبل حمد بن علي بن سلام الهاجري القادم من دولة قطر الشقيق، بينما المركز الثالث زيدان بن بشير البلوي مع الزود، مرحبا يا الزود، مرحبا بابناء عملاق الميادين ميدان تبوك الورد. المركز الثالث القدوم علي بن سالم بن جابر الجربوعي المري مع انطلاقته واندفاعته الغارية. على المركز الرابع، المركز الخامس سعيد بن علي بن محمد المري مع معز من تاتي على المركز الخامس، ولكن العودة العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول وإلى شعارك يا المحنك بن سلام بن سلام حمد بن علي بن سلام الهاجري. يقدم لنا الشبل 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 على المركز الأول، ولكن معز سعيد بن علي بن محمد المرياتي على المركز الثاني مع انطلاقة معز بالرواشد بالرواشد قادم مع نيوم مع منيوم وشعارك يا بن جيم. بدأ يتحرك يتحرك مع الجانب الأيمن، ولكن القدوم علي بن سالم الجربوعي المري. مرحبا يا الشرس، مرحبا يا بن حلبان، وصل ماجد أو سالم بن محمد بن حمد آل براس المري مع رعود، ولكن العودة إلى شعار معزة معزة، ولكن شبا شبا ومعزة معزة وشبا شبا ومعزة، ولكن معزة ولكن معزة، ولكن هفايف هفايف هي القادمة، وشعار بن شطيط قادم يتحرك يتحرك، ولكن معزة 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 بشعار سعيد بن علي بن محمد المري منتزعا وخاطفا نوماس هذا الشوط. تهانينا والنوماس المركز الثاني. شعار حمد بن شريف بن سالم الوهيبي مع وضوح المركز الثالث. شعار المركز الثالث بن جهيم او شعار حسين بن سالم بن مانع على صبيح اليامي مع هفايف. والمركز الرابع شعار شبا عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري حضر شعار بن جهيم. المركز الرابع المركز الخامس سالم بن محمد بن حمد المري مع رعود. اذا متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والنوماس لمالك شعار معزه وسعيد بن علي بن محمد المري. ثلاث دقائق بدون اي ثواني و29 جزء من الثانيه، هكذا توقيتي معزه. المركز الثاني حضرت وضوح وشعار وشعار بشطيط. ثلاث دقائق بدون اي ثواني و56 جزء من الثانية، هكذا توقيت وضوح. ثالث المراكز حضر شعار هفايف حسين بن سالم بن مانع على صبيح اليامي مع هفايف على المركز الثالث بشعار اليامي. يحضر مع وضوح ثلاث دقائق بدون ثواني و97 جزءا من الثانية، هكذا توقيت وضوح. المركز الرابع شبا شعار عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري، والخامس الرعود سالم بن محمد بن حمد آل بريس المري. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والنوماس لمالك شعار معزه سعيد بن علي بن محمد المري منتزعا وخاطفا نوماس هذا الشوط. تهانينا والنوماس لك يا مالك معزه بشعار سعيد بن علي بن محمد المري. تهانينا والنوماس لجميع الفائزين. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، رابعي اشواطنا
وشوط القعدان الفريد والزميل المعلق المبدع دائما وابدا خالد بن بدر.